كلمتك كتير جدا وانت ما بتردش. صدقي وتأمني بإيه؟ لا 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 الله، أنا كنت لسه جاي. تعالى اتفضلوا اهو اتفضلوا. أنا وقتي محدود على فكرة يا حسين، وبعدين أنا قايلة لك إن إحنا محتاجين نركز في مشروعنا الفترة اللي جاية دي. أنت لو وقتك محدود إيه اللي جابك؟ وبعدين إيه مشروعنا دي معلش؟ سونس. سونس؟ يعني حسين؟ وحسين ده يبقى أنا. يعني مشروعنا؟ إيه مشروعنا دي؟ فهميني كده. نعم. بص يا أستاذ سناء، إحنا لسه ما قضيناش عقود. وعربية الأكل بتاعتي ده أنا أعرف أدورها كويس. الفلوس اللي انت صرفتها عليها انا هرجعها لك في اقرب وقت ان شاء الله. انا مش فاهمه انت بتعمل كده ليه، خصوصا اني عارفه ان الخامات اللي عندك قربت تخلص، يعني كده العربيه هتقف وحضرتك هتتزنق. انت عارفه كل حاجه بقى. اه طبعا، ما هو المشروع اللي هصرف عليه واموله على الاقل ابقى متابع مبيعاته اللي هي قلت قوي الفتره اللي فاتت بسبب ان حضرتك ما بتروحش الشغل. انت جامده قوي يا سوسو ما شاء الله. لا ومذاكر. حسين يا حبيبي والله انا عايزه اساعدك، وبعدين انا قايله لك ان المشروع ده فرصه كبيره جدا، اللي انت بتعمله ده هيخسرك كتير قوي. تتعود، اللي جاي احلى اكيد. طب يا سيدي لو على عقود انا ممكن اعدلها لك على فكره. لا والله الفكره مش على عقود، الفكره ان المشروع ده كان حاجه طياري كده، كنت عامله اجيب قرشين لحد ما اشوف اعمل ايه في دنيتي. بس انت جاي بقى في فروع ومش عارف ايه وسكه كبيره كده، انا مش طباخ حضرتك، وزي ما قلت لك الفلوس اللي صرفتها انا هرجعها لك. تاكلي ايه؟ هتلاقي اثباتي سازيك. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.